لقدسك أترجى وجهك طالبا حضور روحك. أنت إلهي ملجأي وصخرة خلاصي من أخاف. أدخل لقدسك أترجى وجهك طالبا حضور روحك. أنت إلهي ملجأي وصخرة خلاصي من أخاف. فتعالى بروحك أبصر مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك. قل له ربي ربي أنت نهر يفيض بالحب تثمر فيا فرحا. أنت سلامي فيك أماني ليس لي سواك يا الله. ربي أنت نهر يفيض بالحب تثمر فيا فرحا. أنت سلامي فيك أماني ليس لي سواك يا الله. فتعال بروحك أبصر مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك الآن. أمين. لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك. أهديك كل المجد والكرم. كل المجد والكرامة أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب. تصنع العجائب
تصنع العجائب، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، عجائب قلو تصنع العجائب، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. يسوع يستطيع كل شيء، لا يصعب عليه أمر. آمين أمين. من واثق بحضور الرب في حياتنا؟ دائما ربنا يسوع المسيح إيديه محوطاني، بحضنه ضماني، دائما في عناية إلهية. بنمر كتير أوقات بأوجاع وهموم بحياتنا، ولكن بننسى لفترات معينة إنه ربنا يسوع دائما في إيديه محوطاني. أمين. خلونا نرنم سوا. وفي وقت
خافوا شرا ما دام يسوع معنا، امين. سنين طويله مضت، ليش ما بنخاف؟ سنين طويله مضت والرب معتني بي، انا محمول على الازرع الابديه، امين. تبقى أتم كل هدية، أعظم ما فيها
يسوع. يسوع سباني بحبه والقلب في فرحه يجينا من مكتوب لتنتهي الأحزان. يسوع سباني بحبه والقلب فيه فرحاني وعد يجينا من مكتوب لتنتهي الأحزان. أعظم ما فيها فتية تبقى السماء كلها بيا. أعظم ما فيها فتية. هللويا. وعتفت فكر اني نسيتك، اوعى تفكر اني بعيد. انا بدم الغالي فديتك، انا وهبتك عمر جديد. اوعى تفكر اني نسيتك، اوعى تفكر اني انا بدم الغالي فديتك، تك عمر جديد. يا ابني اطمن اوعى تخاف، يا ابني اطمن اوعى تخاف. انا يسوع راعي الخراف، انا يسوع راعي الخراف. انا عيني على القضية وراحة بلاش، والنسية أم الرضيع. أنا يسوع أبدا ما نساش، أنا عيني على الطير. عندي سعادة وراحة بلاش، النسية أم الرضيع. أنا يسوع أبدا ما نساش. يا ابني يا ابني اوعى تخاف، انا يسوع راعي الخراف، انا يسوع راعي الخراف. اترك يا ابني كل احزانك، اطلب في وقت الضيق. انا بيدي كل حوالك، عيني عليك كل طريق. اترك يا ابني كل حزانك. هللويا. عيني عليك كل حوالك، عيني عليك طول طريق. يا ابني اطمن اوعى تخاف، يا ابني اطمن اوعى تخاف. أنا يسوع راعي الخراف، أنا يسوع راعي الخراف. اترك يا ابني، مفيش هموم، مفيش هموم. أمين. ترنيمة الجاية بتقول أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي. سيد يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاح. يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي، حضنك الأرض.
سد سد يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاح، فيك بلاقي نجاتي، قربك ألقى الراحة، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل عمري ليك، ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، وانت سر سلامي، لك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، وانت سر سلامي، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك، انت مالك عمري، انت سيد عملك فيا، حبك مالك ياني، كنزي وكل مالية، غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالك ياني، كنزي وكل مالية، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي بكل حب ليك، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي بالهتافات والتسبيحات، داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رافعين رايات، رايات النصرة بك غلبي، بالهتافات والتسبيحات، داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رافعين رايات، رايات النصرة بك غلبي، انت المالك الوحيد، اعلن ملكك لينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب، على ابليس النصر اكيد، انت المالك الوحيد، اعلن ملكك لينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب، على ابليس النصر اكيد، بالهتافات والتسبيحات، داخلين حروبنا منتصرين،
دي نصرة بك غلبي مين بالهتافة والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين وبأغنيات رافعين رايات رايات النصرة بك غلبي نرفع اسمك يا ابن الله رب سلطانك لينا حياة تحمل اسمك كل جباه تسبيحك من كل شفاء نرفع اسمك يا ابن الله رب سلطانك لينا حياة نحمل اسمك كل شفاء تسبيحك من كل شفاء بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين وبأغنيات رافعين رايات رايات النصرة بك غلبين بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين وبأغنيات رافعين رايات رايات النصرة بك غلبين لك القوة والسلطان لك نزيح كل الألحان وبروحك نرفع أنغام اسمك يعلى في كل مكان لك القوة والسلطان لك بنزيح كل على كل مكان والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين وبأغنيات رافعين رايات رايات النصرة بك غلبين بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا رافعين رايات رايات النصرة بك قلبي. هللويا غالبين غالبين دم يسوع المسيح. الوقت انتهى ولا انتهى؟ تفضل دكتور نادر. شكرا يا اخي جورج، ربي يباركك. خلونا كده ننحني قبل سماع الكلمه واطلب من القسيس هنري يقودنا في صلاه قبل الخدمه. تفضل. اشكرك. Thank you.
آمين آمين. نشكر ربي أحب من أجل وصول الأخ سامي عازر من مصر بكل سلامة. نصلي أن ربي يستخدمه، هو هيكون معانا يعني في خلال الثمان أسابيع القادمة معظم الجمع ومعظم الأحد، فالرب يبارك ويستخدم. تفضل تفضل يا أخ سامي. مجدا للرب يسوع المسيح. في البداية أنا بشكر الرب خالص لأني كنت مشتاق ليكو جدا ومشتاق كتير، وأنا جاي بس واضح واضح كده. بشكر الرب من أجلكم، مشتاق لكم كتير، مشتاق لكل طفل وكل كبير وكل صغير. بنتي كانت بتسألني وأنا جاي تقول لي شكلك مبسوط كده يا بابا وأنت مسافر، قلت لها صدقيني أنا مشتاق للحبايب هناك ومشتاق حتى للكنيسة نفسها، المبنى بتاع الكنيسة بشتاقله. فالرب دانا اخوة حلوين، يعني اشكر الرب من اجلكم. رحبنا بقى بينا ببعض وكده، والدكتور نادي رحب بيا وانا رحبت بيكم. نرحب بالرب يسوع بقى، مجدا للرب هللويا. عايز اقرا مع حضراتكم آية بسيطة من رسالة كورنثوس الأولى صح 4 عدد 1 و2. كورنثوس الأولى صح 4 من عدد 1 و2 بيقول الكتاب: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. هقرأ عدد 2: ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. أمين. تفضلوا. كتير ما تكلمنا عن ايديك محوطاني وفي حضنك وضماني، وتكلمنا سود يا يسوع في حياتي. ترانيم رائعة جدا ودي حقيقة قلب المؤمن بيشتاق إليها، لكن شد قلبي قوي: يا رب انت عملت معانا أمور عظيمة، انا عايز النهاردة ان احنا كلنا نتملي بان احنا جايين نقدم لك، جايين نشبع قلبك. انت يا ما قدمت لنا وحياتي تشهد عن امانتك، لكن يا ترى شهادتك انت عن امانتي انا بتقول ايه؟ شهادتك انت عن أمانتي أنا تقول إيه؟ حبايبي عايز أقول لكم حاجة، الكلام عن الأمانة يشتد في الأيام والساعات والدقايق الأخيرة، وهي خلاص بتعمل إيه؟ بتشطب بتنتهي. كل مؤمن عينيه مفتوحة قاري كتابه بيشوف قدامه صدق كلمة الله وهي بتتركب زي الموزايك كده قدامه.
فإذا كان الأمور بتبان قدامنا بالطريقة دي، فبالأولى بينا أقول له اللي على قلبك يا رب. يقول اللي على قلبي حاجة واحدة، بيفتش عليها ثم يسأل في الوكلاء، يا ترى أنا وكيل ولا صاحب الحياة، ولا أنا وكيل عليها، أنا وكيل في كل ما أملك ولا صاحب ما أملك. ها؟ بيقول ثم يسأل في الوكلاء. على فكرة يا حبايبي، أنا لما قعدت أفكر في الآية دي قلت له يعني ترفع مقامي لما تديني وكالة وتستأمني على وكالة، دي كتير قوي، دي أكبر مني، دي كتير عليا جدا. فبيقول على قلبي حاجة، قلت له قول يا رب. قال بدور بفتش على ايه؟ الانسان امينا. يا حكاية افتش دي شدت انتباهي شوية. ربنا بيعمل ايه؟ بيفتش، بيفتش. كان زمان قبل ما يطلع لنا كياس الرز الحلوة اللي بناكلها دي، كانت والدتي بتعمل ايه؟ بتنقي تفتش كده، بس كان بتطلع الوحش. النهاردة الرب بيفتش، بيطلع الحلو، بيطلعش الوحش، بيطلع الحلو. لما شفت في سفر صفانيا لقيته بيفتش، بس بيقول ايه؟ انا بفتش بالسرج، يعني ماسك سراج، عارف اللي ماسك بطارية وماشي عمال بيعمل ايه؟ بيدور كده، فتش بالسرج. دور على ايه؟ قال انا حاسس ان فيه في اسرائيل رجال جامدين، ما بيتغيروش. رجال ايه؟ جامدين. عايز ايه يا رب؟ قال عايز اغيرهم، عايز افك الجمود، عايز اصنع منهم وكيلا امينا. ليه؟ اصل لابد ان نظهر امام كرسي المسيح لنعطي حساب ما فعلنا خيرا كان ام شرا. لازم نحط النقطه دي، مهمه قوي في كل الحسابات. الحسابات كلها ترجع لكرسي المسيح، كل حساباتنا ترجع لكرسي المسيح. العلاقات، في الماديات، في الروحيات، في التعاملات، كلها ترجع لكرسي المسيح، لأن في الآخر هنصب كلنا قدام كرسي المسيح. فهو بيقول في الكتاب كده إنه بيفتش، بس بيفتش على إيه بقى؟ عايز يلاقي إنسانا ماله؟ أمينا. يا حبة، هو بيفتش عشان إنسان أمين يعني حط عليه مسؤوليات؟ أبدا. ده هو من البداية خالص، من أول الخليقة وهو كان على قلبه أنا عندي السلطان. أيوه، ناوي تعمل فيه إيه؟ قال ناوي أديه الواحد بحبه، فخلق آدم وحبه، فأول ما حبه راح مديله إيه؟ سلطان. يعني آدم اتخلق يوم ستة، ها، وجي يوم سبعة قال له النهاردة ايه؟ اجازة. قال له النهاردة راح، مش كده؟ واستراح الرب في اليوم الايه؟ السابع. بعد كده قال له هنشتغل ايه بقى؟ قال له انت سلطان، شغلتك ايه؟ يعني مخلوق كده من الاصل، ها، خلقه عشان يبقى ايه؟ قال له تقعد كده ومرر قدامك كل الخلائق وانت هتقول لنا بقى ايه سلطانك. تصدقوا حبايب لما نتكلم على السلطان حتى الاطفال يفرحوا، يحبوا الحكاية دي. فالرب بيحب، ولما بيحب عايز يدي الايه؟
عايز يفوض السلطان بتاعه. الإنسان لما يبقى عنده سلطان، ياه لو واحد قرب من سلطانه. لكن الرب بالعكس بيحب يفوض الايه؟ السلطان، ويدي الوكالة ويقول لك أنت مسؤول يا آدم، أنت السلطان. بس دخل عدو الخير وأفسد الايه؟ الخط الإلهي اللي هيخلي آدم ايه؟ سلطان. طب وبعدين يجي في تكوين 12 كده ويقول إبراهيم تعال، تعال إبراهيم هتعمل ايه؟ قال له أنا ناوي من خلالك أنت، من خلالك أنت هعمل شعب، ومن خلال الشعب ده أنا أحكم العالم. يطلع إبراهيم ده ايه؟ ما عندوش أولاد. لا لا لا، مش هي دي المشكلة، مش هي دي المشكلة. يجي له الرب يقول له نحو زمان الحياة آتي إليك ويكون لسارة ابنا. إيه الحكاية؟ هتمشي، كلامي هيمشي، وحفوض السلطان للشعب ده، ومن خلال الشعب ده هحكم. لكن يا للأسف يمشي داود، سليمان، وفي نهاية حياة سليمان نشوف الايه؟ اللخبطة شوية كده. وبعدين في الآخر تنقسم المملكة ويعبدوا عبادات غريبة، ويجي السبي الأشوري، وبعدين السبي البابلي، وبعد السبي البابلي لا مفر من أني أعطي الأمم أزمنتهم. ففي نهاية الأمر ده نشوف أزمنة الأمم، أي السلطان انتقل لمين؟ للأمم. بسبب إيه؟ أنه بيدور على ناس أمناء، بيدور على ناس أمناء. هو ماشي وسطينا دلوقت، إحنا مش بعيد عن الكلام ده، لا إحنا فيه. بيدور مين؟ الإنسان الإيه؟ الأمين. سامحوني، مش اللي بيوعظ كويس ولا اللي بيرنم كويس، مع ان الترنيم حلو واستمتعنا النهاردة بترنيم حلو، لكن هو بيدور على ايه؟ انسانا امينا مرنما، انسانا امينا خادما، مؤمن امين كارزا. وكل الشغل اللي في الكنيسة ان لم يسبقه انسانا امينا يبقى ما حققتش الغرض بتاعه. هو الغرض بتاعه بيقول كده انه قبل اي حاجة هو بيدور على انسانا امينا. لما دور في الامانة الجماعية في المراحل اللي احنا حكيناها دي كلها ملقاش. يا رب انت بتدور على ايه في الامانة؟ قال له انا كان نفسي الاقيك أمين لرب واحد. أمين ليه؟ ومعقولة أخ سامي جاي من آخر البلاد عشان تقول لنا إحنا المؤمنين اللي بنحضر الاجتماعات على طول إن إحنا نكون أمناء لرب واحد؟ رب يعني سيد، مش كده؟ متفقين. السيادة المين؟ كلام مش جديد، وأنا عارف إنه ده اتقال قبل كده، بس الروح القدس بينبه قلبي قبل ما ينبه أي حد قاعد. السيادة لمين؟ السلطان لمين؟ القرار لمين؟ مين اللي بياخد القرار؟ ما هو ده معنى كلمة رب. هو الرب لما تعب من الشعب، تعب بسبب إيه؟ تحولوا إلى آلهة غريبة، تحولوا إلى آلهة غريبة، وعملوا هيكل في السامرة، وبقت فيه عبادة في السامرة. ايه الحكاية دي؟ قال له مش عارف، الانسان ميال الى آلهة غريب، والى الان بيميل الى آلهة غريب. عشان كده الرب بيدور على انسانا امينا لرب واحد، رب سيد واحد. عايزين نراجع السيادة في حياتنا حبايب، نراجع السيادة. مفيش حد فينا
بعيد عن كسر هذه الحقيقة. مرات كثيرة أخذ أنا السيادة، الجسد يأخذ السيادة، الذات تأخذ السيادة، الكرامة تأخذ السيادة، كل ده بيأخذ السيادة من الرب. حقي لا، النهاردة بنقول له أنت عايز إيه؟ قال عايز إنسانا أمينا. أمين ليه؟ قال لي رب واحد وإله واحد وقلب واحد. يعني ايه قلب واحد يا رب؟ المشكلة لما بيكون القلب موزع او منقسم. بيقول في سفر هوشع اصحاح 10 وعدد 2 تحذير رائع جامد. هوشع 10:2 بيقول قد قسموا قلوبهم الآن يعاقبون. إيه اللي حصل يا رب؟ هو يحطم مذابحهم، يخرب أنصابهم. أنصابهم يعني النصب اللي عملوها على مذابحهم السارية عشان تعلن أنه في هنا إله. فالرب عايز يا حبايب كلام قد يكون قديم، لكن دعونا نجدد المملكة للرب. أقول له قلبي بيتوحد من دلوقتي تقبله؟ يقول لك أقبله، أنا موافق، بس ابدأ معايا من دلوقتي. قلب موحد لإله واحد ورب واحد وسيد واحد. لكن عايز أقول لك في الأمانة أمام إلهنا، هو بيدور على قيادة واحدة. دايما الرب مركزه مركز واحد، وهو مركز السيادة والقيادة. هفكركم بحادثة غريبة جدا. فاكرين داود لما عمل عجلة عشان يرجع تابوت الرب؟ قال الفلسطينيين عملوا له عجلة، أنا عمل له عجلة أحلى منها وأشيك منها، وبدل ما يجرها بقر إناث، لا أنا أجيب إيه؟ ثيران تبقى قوية وشديدة. كل ده مش اللي أنا عايز أقوله لك، بس أنا بفكرك بالمشهد ده. العجلة ماشية، حطوا عليها التابوت، وكان في 2، واحد اسمه أخية واحد اسمه عز. عزة فين؟ عزة ورا. وأخية فين؟ حد فاكر؟ ماشي قدام. فالرب طلع عليه كده، داود مين ده؟ هل ده أخي؟ قال وانا يمشي قدامي حد؟ حد يطلع قدامي؟ انا بتوه؟ طب وعز؟ قال له انا بتسند. انا ما بتسندش، لا بتوه ولا بتسند. فاحنا مين اللي ماشي قدام ده؟ طب وانت يا رب اوصف لنا بقى المشهد تمشي ازاي؟ قال له اسمع، 4 رجاله يشيلوا التابوت، حلو، عصايتين، 2 قدام و2 ورا. وبعدين قال له تعمل مسافه بين التابوت واول واحد في الايه؟ في الشعب. ليه؟ قال له انا امشي قدام. مالك انت؟ انت تواجه الاعداء ليه؟ ما تسيب الرب يمشي قدام. قائد واحد، قائد واحد، سيد واحد، وانا قلبي موحد لي، قلب واحد مش منقسم. اخي ماله؟ مشغلته ايه؟ خطيته ايه؟ وضعه غلط ليه؟ قال اصله مشي قدام. لما داود يكلم الرب مرة في مرات الحروب ويقول له إيه؟ ها أطلع؟ قال له استناني، انتظر لما تسمع رجلي على أشجار البكر. قال له احذر تطلع، أحسن تصطدم بي. سيبني أنا أطلع أواجه العدو، وانت عليك بس تخش تلم غنايم. انتوا عايزين احلى من كده؟ في اله احلى من كده؟
يطلع هو في الحرب الأول وأنا أطلع وراه أعمل إيه؟ ألم غنائم بس. راجع بغنائم لولي وأصداف والمركب عايم من الخير أصناف. بس لما يطلع هو إيه؟ قال له حذاري إنك تصطدم بي، خليك وراي. إن أراد أحد أن يأتي ورائي. هو بيتكلم كلام واضح. يا حبة الكلام ده مش جديد حضراتكم، أصغر طفل في الكنيسة هنا يقدر يقول الكلام ده أحسن مني، لكن هو ده اللي الرب حطه على قلبي عشان أنا وحضراتكم ننتبه إلى هذه الحقيقة في أصغر التفاصيل. أنتبه إلى أن الرب ياخد السيادة. خد بالك هنهي كلامي بسيادة الجماعة اللي الرب حب يمسك بيها. في إنجيل متى صح 8 وعدد 9 قائد المئة بيلفت نظرنا الحقيقة مهمة جدا. إنجيل متى صح 8 وعدد 9 بيقول له كده، أنا مش مستاهل أنك تخش تحت بيتي وقول كلمة، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب والآخر ائت فيأتي والعبد افعل هذا فيفعل. ليه يبدأ قائد المئة ويقول أنا تحت إيه؟ أنا تحت سلطان ليه؟ أصله بيقول حقيقة في وسط الكلام كده، بيقولك طول ما أنت في التدرج الصحيح تحت سلطان الإلهي، ها؟ أنت ليك سلطان وليك جند وليك عبد، وتقول هذا افعل فيفعل ولا هذا ائتي فيأتي، ها؟ طيب هات الضابط ده أو قائد المئة ده يتمرد على سلطان قائد الكتيبة أو قائد اللواء، يحصل إيه؟ يعزلوه، وأصغر عسكري يجي يشيل من على كتافه الرتب في المحكمة العسكرية، يبقى السلطان راح فين؟ راح. يقول العسكري تعالى، يقول له كان زمان، ما ينفعش تأمرنيش، مالك؟ أنا من ساعات كنت سلطانك. قال له ما هو أنت لما خرجت على سلطانه كل حاجة خرجت على سلطانك، ها؟ أسألك سؤال، هو الأسد كان بيخوف آدم؟ لا، ده عدى قدامه كده قال له ده أسد، قال له يبقى أسد خلاص ماشي. كل اللي أنت شايفه ده عدى قدامه قال له كذا خلاص يمشي. إيه الحكاية؟ أصله كان واخد الإيه؟ لأن كان فوقيه سلطان هو ما بيكسروش، سلطان الله كان يسود، آدم يستمد السلطان، آدم له السلطان على الطبيعة على الخليقة. طب السؤال بقى، احنا مش ملاحظين اليومين دول ان الأسر اتلخبطت وما بقاش فيها سلطان ولا فيها تدرج ولا فيها اي حاجة خالص، وبقى الراجل يملس من سلطان ربنا، يقوم البيت كله يملس منه، وتبقى الحكاية كلها ايه؟ ما مش عارفين نجمعها ومش عارفين، ما تشوفون حل في الـ في الـ احنا عايزين نعمل كونسلنج. اعمل يا حبيب زي ما انت عايز، بس ان ما كانش يفهم الرجل ده، ان ما كانش يفهم انه خاضع لسلطان اللي جعله رأس وهو يخضع ليه، يبقى ما فيش اي حاجة هتخضع له، لا زوجة ولا أولاد ولا العالم ولا الأدوات اللي حوالينا ولا حاجة خالص. موضوع كله مرتبط بخضوع للسلطان، بعديها كل حاجة إيه؟ هو ده اللي بيقوله قائد المئة، بيقول له أنا إنسان مش ليا سلطان، لا أنا تحت سلطان، وطول ما أنا تحت السلطان أنا ليا إيه؟ أنا ليا سلطان، ما تفسدش سلطانك. عشان كده حبايب احنا شفنا ان الرب بدأ بالأمانة الجماعية وبعدين
قال لهم خلاص مش عايزين تمشوا تحت سلطاني. أدي السلطان ده لمين بقى؟ للأسف اداه للأمم. فاكرين تمثال نبوخذ نصر ودانيال لما شرح الموضوع قال له أنت أيها الملك هو الرأس الذهبي، آدي بداية سلطان الإيه؟ الأمم اللي احنا عايشين فيه لحد دلوقت، اللي احنا عايشين فيه لحد دلوقت، واللي حينتهي لما ينقطع حجر صغير بغير يد يضرب التمثال على أصابع رجليه فينهار. أيوة اللي عمل السلطان ده في الأمم واللي اداهم السلطان هو اللي حيكون سبب انتهاء هذا الإيه. تيجيش نقول له أمين تعالى، أمين تعالى منتظرينك، تعالى تعالى مشتاقين لك. لكن الرب دلوقتي ما فقدش الأمل في الكنيسة أن يرى فيها أمانة فردية، بيشوف فيها أمانة إيه؟ فردية. أخويا الغالي، أختي الغالية، بيدور على أمانة فردية. زي ما قلنا كده إنه بيروح أورشليم ويبحث بالسرج، بيدور كده، بيدور بالبطارية على إيه؟ قال بدور على إنسان أمين في الوكلاء. مين اللي أمين في الوكلاء؟ ربنا يدينا نعمة عشان الأمانة الفردية واضحة في الكتاب المقدس. في رسالة كورنثوس الأولى صح 4 وعدد 5 آية واضحة جدا، 4 وعدد 5، عدد 5 بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكم واحد بقى؟ هي أمانة إيه؟ فردية. ربنا يساعدني حافظ عليها، وربنا يساعدك تحافظ عليها. هيكون المدح واحد واحد، ها؟ مش هيقف كده ويقول إيه؟ يا كنيسة يا رائعة، لا 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 لا. أرجع لكرسي المسيح اللي هو معياري، حط قدامه لو عملت الحكاية دي أنا جاي أقف قدامك، يا ترى هيكون ليه مدح؟ بيكون المدح لكم واحد؟ كل واحد لوحده كده، لوحد لوحد لوحد. الله بيدور على أمانة فردية. عايز أقول لك لما تبحث عن الأمانة الفردية هتجد مقاومة، هتجد مقاومة، لأن مقاييس الناس غير مقاييس الله. مقاييس الناس تقول إيه؟ الكنيسة دي مليانة فيها شعب والناس رحنا لقينا الاستاد مليان كده، ايه كنيسة منتعشة. مين اللي قالك؟ مين قالك ايه الاحكام دي؟ سيدي بقى ماشي في وسط بقى الايه الاستادات كل ده حلو على فكرة، وربنا يباركه ويعمله اكتر منه 10 مرات، بس احنا بندور دلوقتي على ايه؟ في وسط الزحام ده يكون كله مليان أمانة إيه؟ أمين أمين. يبقى الاستادات دي مليانة أمنة أمانة فردية، تبقى الكنائس المزدحمة دي مليانة أمانة إيه؟ بس الكتاب ما علمناش كده على فكرة، ما علمناش كده. قال الحكاية كلها بتبقى إيه؟ صغيرة قوي ومحدودة قوي. لكن مبادئ أنا كإنسان هي مليانة منتعشة، ده كنيسة منتعشة جدا. طب والرب بيحكم يقول ايه؟ بيحكم يقول ايه؟ ها؟ هي منتعشة بموسيقى، منتعشة بتحركات جسدية، هي مرتعشة بتمايلات جسدية، هي منتعشة بانتعاشة نفسية عصبية، في مليانة كده. والناس تقول لك اوه
طب وفي مجموعة كده بتقعد تعبد الرب بأمانة كده قدام الرب، مش تقاله وهو مش تقلهم، والأشواق فايضة وطلعاله وهو أشواقه نازلة، يقول لك لا ده باين عليهم شكلهم نايمين، بس هم دول اللي أشبعوا قلب إيه؟ أشبعوا قلب الرب. أمانة شكلها إيه؟ أمانة فردية. في رسالة بطرس الأولى صح 3 وعدد 15 يقول كده، في بطرس الأولى 3:15 قدسوا الرب الإله في قلوبكم. بطرس الأولى 3:15 قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. شفت الكنيسة؟ شفت الكنيسة؟ ها؟ لب ولا بقلتها ولا بس يكون فيها ناس عندهم بالروح القدس ردود شافية لعالم مريض، ردود بتتجاوب مع أسئلة تملأ ذهن عالم تائه، بس بيقول لك وانت بتجاوبه جاوبه بإيه؟ بوداع. في سفر الرؤيا صح 3 وعدد 4 يقول له عندك أسماء قليلة في ساردس. فكر شوف عندك أسماء إيه؟ مش كتير قليلة، بس الأسماء القليلة دي شبعت قلبه، الأسماء القليلة دي مفرحة قلبه، الأسماء القليلة دي خلياها وكأن العالم كله لم يكن مستحقا لهم. ده تقريرك ألا كل واحد من دول تقرير عنه كده، العالم لم يكن مستحقا لهم. أسماء قليلة في سادس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. أنا عايزك توقف عند مستحقون، مين اللي بيقولها؟ مش أنا أقول زي ما أقول ملوش قيمة، لكن لما الرب يقول ايه مستحقون، يا حكمك مفيش بعده احكام. حبايبي انا مش عايز اطول عليكم، واعتقد ان الفكرة وصلت. هو بدأ بأمانة جماعية، كان عايز يحكم من خلال جماعة، ودى السلطان من خلال جماعة، لكن الانسان ما قدرش ينفذ اللي الرب عايزه، فبدأ يدور على أمانة فردية. أعتقد أن رسالة الرب وصلت لقلبي ولقلب كل إنسان. أتمنى بالروح القدس أن الروح القدس وانت نايم على المخدة كده يقول لك الموضوع ده بلاشه والموضوع ده بلاشه، عشان ننظف شوية ونبدأ بقى نمشي بالإيه؟ بالأمانة الفردية التي تشبع قلبك، ونرجع عن الأفكار العالمية اللي بتحسب الانتعاش وإن الرب موجود ولا مش موجود بعدد الإيه؟ الرؤوس. عمر الرب معد بالرأس، هو ممكن يعد بالركب لكن ما يعدش بالرأس. رب ادينا نعمة، والنهاردة يكون انشغال قلوبنا يا رب أنا عايز أكون أنا الوكيل الأمين اللي أنت بتدور عليه اللي يشبع قلبك، وله كل المجد. آمين. يعني أنا بشوفها بعد المحبة أولا والأمانة ثانيا، أو بيتساووا مع بعض كمان. خلونا نختم بالترنيمة اللي بتقول اتبناني ورضي بيا واشتراني وحن عليا.
فيش صوت للكيد. ابويا يبقى القادر ابنه ليا شأن كبير ابويا يبقى القادر ابنه ليا شأن كبير ابويا يبقى القادر والسيخف انا مش شرير مهما جاني والفناني رضي بيا واشتراني حن عليا والفناني رضي بيا واشتراني عليا نساني الماضي الآلي خلى لساني نساني خلى لساني قول ترنيم غسلني بدمه الكريم وفداني وتبناني رضي بيا اشتراني حن عليا تبناني وتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا عوض عن كل اللي راح ويضمط عوض ويضمط يوماتي وأغاني وتفناني اشتراني اشتراني حن عليا دياه وتفناني ريدي بيا واشتراني حن عليا تعالوا شوفوا يا ناس تعالوا شوفوا يا ناس ماشي مع وفناني ريدي بيا واشتراني حن عليا تبناني وفناني ريدي بيا واشتراني عليا هعشت طول السنين هعشت ولا حد عن طول أيامي وتبناني رضي بيا واشتراني عن عليا وتبناني رضي بيا واشتراني آمين حن علي آمين له كل مجد. تفضل دكتور نادر. خلونا نجمع عطايانا وإحنا بنقول بس بعض الإعلانات. نشكر رب يا أحبة مرة أخرى من أجل وصول أخونا سامي، ورب يباركك ويستخدمك في وسطنا. وخلونا نتذكر هذا الكلام أحبائي، الأمانة أمانة فردية، وياما في ناس عاشوا بأمانة في عالم كله كان غير أمين. صفحات العهد القديم دي طبعا مليانة
ما بين دانيال ويوسف ونوح كله عاشوا بأمانة بالرغم من عدم سكن الروح القدس فيهم، بس هما كانوا عارفين إيه الصح وإيه الغلط. خلينا نعيش بأمانة له، عالمين إنه كل شيء فينا سنعطي عنه حسابا. الاجتماعات كما هي الساعة 7:30 مساء أيام الجمعة، واجتماعات الصلاة الساعة 7:30 الاثنين والأربع على الزوم، وأيضا في درس الكتاب يوم السبت الساعة 7:30 على الزوم. أصلي أن أختنا سيسيل توصل بالسلامة، هي مسافرة النهاردة. مامة إيهاب وهبة اللي هو جوز صفاء، نصلي أن هي توصل بالسلامة لمصر. لا تنسوا يا أحبة الصلاة من أجل ما يحدث في السودان، الحقيقة وضع مرعب. يعني انتوا اللي عايش واللي شايف أرض الواقع، شيء متعب فعلا، يعني وضع صعب. فخلينا نصلي ونصلي للبلاد المجاورة للسودان، ما أصله يعني لا سيما مصر استوعبت عدد كبير، فالرب يحفظ أمان هذه البلاد يا أحبائي. خلونا نسأل على المتغيبين. مش عارف الأخ مالك والأخت سميرة، مش شايفهم. أوكي. وعائلة الأخ مفيد والأخ يحيى برضو مش شايفهم، فخلونا نسأل عليهم. طيب خلينا كده نقف ونختم بالصلاة الربانية. ربنا الغالي، نشكرك لأنك أنت كنت أمينا فيما لله. رب أنت كنت أمينا في بيتك وبيته نحن، أنت تمسكنا ببداءة الثقة والرجاء إلى النهاية. نشكرك رب، كنت أمين في بيتك. أنت رب أمين مع كل واحد فينا، عشان كده رب مش كتير عليك إن احنا نكون أمناء لشخصك. عايشين يا رب في عالم عايز يشوه أمانتنا، لكن يا رب ادينا معونة إن احنا نعيش بالأمانة أمام شخصك. لنا رب نعمل بما سمعنا، وبارك عبدك رب واستخدمه بقوة في فترة وجوده هنا رب في سيدني. خلينا رب نشكر بقلب حامد ونقول يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، لكن نجنا من الشر. الملك والقدرة.